بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد، نتكلم به على واحدة من أهم نتائج عملية الصيام. كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الصيام هو صحة، ويأتي شهر رمضان لمن لا يستطيع الصيام في خلال العام فيأتي له إجبارا لكي ينظف جسده من كل السموم. ولعل واحد من أهم الأعضاء الذي ينتظر الصيام وينتظر رمضان بفارغ الصبر هو الكبد. هو الأكثر فرحا من أعضاء الجسم بقدوم رمضان، لأنه يريد أن يرتاح، هو المصنع، فيريد أن يرتاح، يريد أن يعيد حساباته. لديه الآن 16 ساعة يوميا لمدة شهر يعيد حساباته براحته، فيعمل على تنقية الجسم ويعمل على إزالة السموم والدهون المتراكمة حوله، الكبد الدهني، وبالطبع كل هذه الأمور الذي ينتظرها عام كامل وهو ينتظر هذه اللحظات. ليس من المعقول أن نعكر صفو هذه الأيام وهذا الانتظار بتناولنا في أطباق سيئة كالمقالي والحلويات المفرطة في استخدامها والسكر الزائد. يعني يا حبذا، وهي رسالة وفرصة لمحلات الحلويات، يا عمي احنا بدنا نشتري من عندكم، بس يعني حطوا القطر لمن يرغب، حطوا هيك اختياري، حط كمية بسيطة جدا. يعني اذا كان واحد بده بزيادة بحط لحاله، تمام؟ فهذه فرصة وهي رسالة، ونخدم فيها الكبد ونخدم فيها الإنسانية ونخدم فيها البشرية، وبصير الكل إيش متاح له تناول هذه الحلويات بأريحية. فليش تحرمنا وتحرم الناس من تناول هذه الأطباق بسبب السكر وبسبب يعني الحلاوة المفرطة في هذه الأصناف؟ إذن كيف سنساعد الكبد في إتمام فرحته بهذا الشهر وإتمام أيضا التخلص من هذه السموم الموجودة حوله؟ لدينا مشروبين حلوين أو ثلاثة نذكرهم ونذكر فوائدهم. أولا الخروب. الخروب من المشروبات الرائعة، وهو من المشروبات الرمضانية التي تساعد الكبد في التخلص من السموم، ولكن مشروط اعمل الخروب كما هو، ما تضيفش عليه شيء. الخروب حلو بطبعه، فمش محتاج تضيف عليه سكر. لو بدك تضيف عليه سكر او تشتريه جاهز بسكر، الغي الوصفة. ننتقل للوصفة اللي وراها. تمر هندي. تمر هندي من اروع المشروبات، للأسف المنسية. وإن صح هذا المشروب أن يكون طوال العام فلا تقصرون في ذلك. التمر الهندي ممكن أحكي عنه المشروب الأوحد الذي يجمع كل المعادن والفيتامينات والفينولات والمواد الطبيعية، ويعني كيف التوتيات دائما بنحكي عنها روا، يعني التوتيات تمثل 50% من محتوى التمر الهندي، فما بالنا يعني شايفين قديش القيمة. فمنشط مقوي للكبد، يعيد حيويته، يساعده في إتمام عملياته في التخلص من السموم، وإعادة النشاط والحيوية أيضا لهذا الكبد. وبالإضافة أنه مضاد للسرطانات ومقوي لجهاز المناعة، وفيه الفيتامين سي طبيعي لا نحتاج لإضافة أي شيء آخر، وفي الزنك أيضا طبيعي لا نحتاج لإضافته، وهذا من النادر جدا أن نجد الزنك
في النباتات وفي مصادر نباتية. دائما نجده في المصادر البحرية زي المحار، هذا المصدر الأكبر للزنك، وبالتالي التمر الهندي بشكل عندي استثناء في هذا الموضوع، فهذه فرصة لا تعوض. أما المشروب الثالث وهو مشروب حار ساخن، هو الشاي الأخضر، ولكن سأضيف عليه قليل رشة إيش؟ رشة كركم. الشاي الأخضر مع الكركم يعني منشط للكبد، يساعد الكبد في إتمام مهامه، ويعتبر يعني متوفر لدى الجميع، سهل طيب المذاق، ويعطي نتائج كما نريد وزيادة. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.